حقيقة الأمر الذي حدث على مستوى الاتحاد الإفريقي وهو الحدث حقيقة الحدث الذي أثلج صدورنا والمتمثل في دور الجزائر قيادة ممثلة بالسيد رئيس الجمهورية وممثله الشخصي موجود على مستوى الاتحاد الإفريقي كممثل للسيد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء وممثلي دولة جنوب إفريقيا. هذا يدل على حقيقة متابعة الجزائر لكل محاولة هذا محاولة الكيان الصهيوني دولة الكيان الصهيوني في التغلغل الاتحاد الإفريقي. لا يخفى عليكم بأنه منذ سنة ونيف كان الجزائر جنوب إفريقيا دور كبير في أنها كانت وراء رفض مقترح وجود دولة الكيان الصهيوني كعضو ملاحظ في 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 الاتحاد الإفريقي، وقد تكلل ذلك العمل بطرد ورفض هذه عضوية هذه الدولة في الاتحاد الإفريقي التي لا سيرة لها بها لا جغرافيا لا أي شيء. هي دولة متسلطة، دولة غاصبة لحقوق الشعب الفلسطيني، كما أن هذا الشيء كذلك يصب في مواقف الجزائر الثابتة التاريخية الدائمة والغير متغيرة بتغير الظروف. كما أنه الشيء الثاني كذلك الذي حقيقة تابعناه وسجلنا في التجمع الوطني الديمقراطي ارتياحنا الكبير هو أنه تحريك قضية أو في من أجل حصول فلسطين كالعضوية الدائمة وتبني في قرارات النهائية للاتحاد هذا بالإجماع قرار العمل أو مطالبة الاتحاد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين كدولة قائمة والاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين.